بس انا بيتهيالي انه زي ما قلنا امبارح، هو الفكره طبعا بعد ما برحب بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا في السادسه، الفكره الحقيقه مش انه الدرع في الجزيره ولا لا، ده سؤال تقريبا يعني بدون مقاطعه ان شاء الله سؤال محسوم اجابته. هي الفكره ان جمهور الاهلي ما عندوش رفاهيه الانتظار، يعني الناس مش عايزه تاجل احتفالها بالبطوله للماتش اللي جاي، لا احنا عايزين نحتفل النهارده. كل التوفيق لرجاله الاهلي، وبيتهيالي كمان ده واحد من اهم الحوافز قدام الفرقه، يعني الفرقه وهي بتلعب ماتش الاتحاد في 3 نقط، واه طبعا الاتحاد طبعا فريق محترم جدا ومقدم سيزن على اعلى مستوى، وطول عمر الاتحاد الحقيقه من الانديه الكبيره جدا في مصر، واللي ماتشاته مع الاهلي بتبقى ماتشات طعمه، ماتشات حلوه، ماتشات فيها كره وما فيهاش تعصب وما فيهاش يعني ما فيهاش حاجه خارج السياق. لكن في الاول والاخر، وانا الحقيقه واحنا يعني بنحضر لحلقه النهارده قبل الماتش بساعتين ونص يا ساره، كان تفكيري مصب على جمهور الاهلي اللي ان شاء الله هيحتفل النهارده، يعني بنتكلم في ايه 4 ساعات من دلوقتي، 4 ساعات ونص ان شاء الله، ان شاء الله نحتفل بحسم بطوله الدوري. دي مشكله كبيره جدا، النادي اللي عود جماهيره طول الوقت انه لازم يفوز بالبطوله، النادي اللي عود جماهيره انه طول الوقت لازم يكون صاحب المركز الاول، لا قدر الله لما بيحصل ويكون صاحب مركز تاني، ده بالنسبه للعيبه اخفاق وحاله حزن، وبالنسبه للجمهور صحيح شيء غير مقبول على الاطلاق. مش بس الفوز يا احمد، يمكن بقالنا فتره بنتكلم عن قد ايه الاهلي مستواه بيتطور من بعد فتره التوقف، وقد ايه لحد الماتش اللي فات ماتش الاسماعيلي يمكن الشوط الثاني شفنا اداء كويس جدا من الاهلي، ودايما جمهور الاهلي طمعان مش انه بس النتيجه تبقى حلوه وانه 3 نقط لازم الاهلي ياخدهم، لكن كمان الاداء. وفعلا بنتمنى النهارده كمان ان احنا نشوف اداء كويس من اللعيبه، لانه يا احمد زي ما انت قلت فريق الاتحاد فريق طموح، وانا اعتقد ومعرفش انت هتتفق معايا في ده ولا لا، بس انه دايما اي فرقه بتلعب الاهلي بيبقى عليها ضغط، بس انا شايفه انه الفريق ممكن الضغط عليه ما يبقاش كبير قوي لانه الموضوع شبه محسوم طبعا للاهلي، ولكن الفريق اكيد هيبقى عنده حته انه احنا على الاقل لازم نقدم مستوى كويس قدام النادي الاهلي، وكل لاعب من اي فريق بيلاعب النادي الاهلي بيبقى شايف ان دي فرصه لشهرته، فرصه لصناعه نجم جديد، وهي دي الماتشات اللي بتصنع نجوم يا احمد لما اطلع بشكل كويس قدام النادي الاهلي. ساره مش هدفها الفوز على الاهلي، يعني الفوز على الاهلي بالنسبه لاي فريق، كان فريق صغير كان فريق كبير كان فريق عنده تاريخ وبطولات او كان فريق مغمور، بالنسبه للاهلي بالنسبه لاي فريق الفوز على الاهلي ده انجاز ولا اعظم. وخدي بالك انه جزء كبير جدا من التسليط او المساحه اللي بيسلطها الاعلام على متابعه الاهلي ولاعيبته وماتشاته ونتائجه مرتبط بشكل كبير جدا بفرصه الظهور امام عدد كبير جدا من اللاعبين والاجهزه الفنيه، فبالتالي الحقيقه كل واحد بيجي قدام الاهلي ويبذل اقصى ما في وسعه عشان يظهر بافضل صوره ممكنه، على وعسى انه الاضواء تتسلط عليه.